أنا بستخدم السنديان الأبيض في هذا المشروع. بعد ما صممت هذه الشكل اللي بيكون عليه الحامل، الآن لزقه هنا وبقصه بمنشار الشريطي. الآن قصيت الداول هذا الكبير اللي بيكون داخلها المناديل أو الشيء اللي نبغى أعلقه فيه هنا. نبغى نسوي طريقة بحيث أننا الداول هذا بعد ما نحط فيه خلنا نقول المناديل يصبح ثابت عشان ما يطيح من الجوانب، وفي نفس الوقت نبغى نثبته بطريقة يكون قابل أنه أقدر بعدين أفكه عشان أقدر أغير المناديل في الداخل. فاللي بيصير وشو، بنفتح هنا فتحة وهنا فتحة بحيث أنها يعني تخترق الجزء هذا كله بما فيه الداول إلى هنا تقريبا، عشان يصير عندنا بنحط قطعة داول صغيرة إذا دخلت ومسكت في القطعتين مع بعض بتصير ثابتة، غير ما راح تكون قابلة للحركة. وهذه نبي نسويها بالدريل كابس، لكن في نقطة مهمة الآن لازم نضمن أثناء الحفر الحفرتين هنا وهنا أو الفتحتين أن تكون هذه الداول ما تتحرك، لأنه لو فتحت فتحة الآن مثلا خلينا نقول أنا ماسكها وجت تحركت من الجهة الثانية وفتحت فتحة هنا، بتصير الفتحتين هذه في الداول هذا الكبير غير متطابقتين، فبالتالي ما اقدر ادخل الخشبه من هنا من هنا، لو دخلتها هنا ما راح تدخل هنا او العكس صحيح. لذلك بحاول اثبته بغرة مؤقت لين اسوي عمليه القص اللي نحتاجها، وافضل شيء اللي هو الغرة بوسط المسدس لانها سهل التنفيذ وبعدين سهل انه ينفك بعد ما اخلص. بس بعطيه وقت شوي بس لين ينشف. الآن تقريبا أصبح ثابت. الآن بس أحدد المنتصف هنا وهنا. الآن نعمل الحواف بواسطة الراوند أوفر، هذه 1/8.
الآن الداول هذا بعد ما صغرت حجمه بثبته بالقطعة هذه الدائرية، فلازم أفتح له فتحة هنا بنفس المقاس اللي هو 7 ملي. فهذه بسويها يعني على عدة مراحل، لأن ما راح أستخدم الريش 7 ملي مباشرة، تدرج عشان ما أثر عليه، لأن تعرف زي ما أنتم شايفين القطعة صغيرة وسمكتها سخيفة، فممكن تنكسر معي. فاللي بسويه إن بواسطة الغرة المسدس بثبت القطع هنا، وبعدين بحاول أفتحها بالدريل على 3 مراحل. الآن ببدأ بالمقاس هذا الصغير عشان بس أفتح. الآن أغير ريشة لريشة أكبر. الآن بالمقاس الأخير اللي هو المقاس اللي نبغاه اللي هو 7 ملي. أنا حطيت هذا التيب عشان أعرف العمق اللي أنا أبغى أوصل له. الآن تجميع القطع مع بعض الصغيرة هذه بستخدم البوكسي بدل من الغرة حق الخشب، لأن البوكسي هذا من نوعية اللي هو 5 minutes يتماسك بسرعة. الغرة حق الخشب بياخذ وقت، فأنا ما أبغى أتأخر كثير يعني. الآن بلون الروس بلون أورنج. كذا بنكون انتهينا من الحامل وأصبح جاهز للتركيب، لكن في بعض الملاحظات أبغى يعني أذكرها بس يعني من باب الاستفادة. طبعاً هذه يعني بالإضافة أنها شكل جمالي أيضاً تغطي الفتحات اللي بنستخدمها عشان نثبت القطع. فهذه بس عشان بعد ما نركب المسامير ونيجي نثبتها، ممكن تستخدم المسدس الغراء تحط لك شوي بس نقطة هنا بس عشان بس هذه تكون ثابتة ما تتحرك ولا تقع منك، وبعدين يسهل عليك أنك إذا بغيت تفكها لو تبغى تغير مكانها. ميزة التصميم هذا أنه مرن، بحيث أنه أستطيع أن أحط أكثر من شيء فيه حتى لو كانت المقاسات مختلفة. كل اللي علي أني أغير فقط الحامل هذا الداخلي، لكن ها ووسع المكان. النقطة الثانية، عملية التثبيت لازم أنها تكون بنفس الشكل اللي أنا ثبتها فيه حاليا، لأنه لو مثلا قلبت هذا عكس فما راح يدخل، أو لو جيت القطعة هذه وعكستها وخليت هذا الجزء اللي داخل برا احتمال ما راح تكون المقاسات مضبوطة. لذلك أنا اشتويت علمت هنا انه هذه المنطقة لازم تكون هي الداخل، وحطيت الحروف الـ A والـ B هنا عشان بس اعرف لما اجي اركب وين الاتجاهات. انا سويت التصميم هذا للاحتياج اللي انا ابغاه، لكن ممكن انت تكون عندك بعض الاشياء اللي تبغى تحملها في الحامل هذا، خلينا نقول يعني مناديل المطبخ او غيره، بتكون حجمها اكبر، فبالتالي المقاس هذا ما راح يساعدك، لانه بيكون لو تخيل انه هذه موجودة في الجدار المسافة تكون هذه ضيقة، فانت تحتاج ان تكون هذه وسيعة. فكل اللي عليك ابتداء انك تغير بس بالتصميم، انك توسع العرض من هذا بحيث انه يكون على نفس مقاس الشيء اللي تبغى تحمله. ولو افترض انك ما سويته تبغى تعالجها بعدين، كل اللي عليك انك تركب قطعة خشب بنفس السماكة هذه في الجدار، وبعدين تركب عليها هذه، فبيعطيك المساحة او المسافة اللي انت تبغاها بدون ما تتغير بالتصميم. وبكذا نكون انتهينا ان شاء الله، ونراكم على خير وفي امان الله.